بينما يعاني اليونانيون من أجل شراء الحاجيات الأساسية كالغذاء والدواء، تشهد قطاعة الأجهزة الكهربائية والمجوهرات نشاطاً ملحوظاً. المواطنون يخشون أن تقتطع الحكومة من ودائعهم في المصارف لسد ديونها، لذلك يقبلون على الادخار بشراء الحاجيات الثمينة. في اليومين التاليين لإغلاق المصارف لم يكن لدينا زبائن. بعد انتشار شائعات حول الاقتطاع من الودائع، بدأ الناس بشراء الآلات الكهربائية. الآن تضاعفت أرباحنا، لكن بالطبع لا نملك السيولة. سوق فاركاكيوس لشراء السمك واللحم تكاد تكون خاوية من الزبائن. نقص السيولة يحد من قدرة الناس على شراء الغذاء، بينما يطلب أصحاب المحلات منهم الدفع نقداً. في الواقع لا نعرف ما سيحصل، نحن قلقون ومحبطون. الزبائن يحاولون أن يستوعبوا الموضوع وأن يتقبلوا بأن الحكومة قد تسيطر على المال في محافظهم. فرض قيود على رؤوس الأموال لم يغير شيئاً، لأننا اعتدنا على العيش مع القليل من الدخل. كل ما في الأمر أن الانتظار على الصرافات الآلية أصبح أطول. لقد عدنا إلى عصر الظلمات. الحكومة نفت الشائعات حول مسألة الاقتطاع من الودائع، لكن اليونانيين يخشون أن تستنسخ تجربة جارة قبرص خلال أزمتها المالية في 2013. في الماضي كانت تعتبر مقتنيات غالية، اليوم أصبحت مخرجاً من مأزق. اليونانيون يخشون من اقتطاع الودائع، لهذا يشترون الغسالات والبرادات وأجهزة التلفاز، وعمليات الشراء تتم باستخدام البطاقات الائتمانية.